أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث شعبة قانون قانون. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة قانون العقوبات، ورجعنا لكم تاني في قناتنا اللي احنا فخورين بيها، قناة مصر للتعليم الفني. والتعليم الفني كله الحقيقة فخور بيها، والتعليم الفني بيعمل حاجة جامدة ليكم جدا يا أولاد. نظام الجدارات اللي هيطبقوا ده من أنجح المنظومة اللي عاملها ليكم عشان تبقوا لمصر حاجة جميلة وحاجة نافعة للمجتمع وحاجة كويسة ليك أنت لشخصك. يعني التعليم مهتم الفني خاصة بأولاد التعليم الفني، وعامل شيء رائع فوق الوصف وفوق الخيال عشان يخرجك لسوق العمل حاجة تنبهر بيها المجتمع وينبهر بيها مصر، ونبقى فخورين دايما بيكم. بشكر الحقيقة كل القائمين على القناة والقائمين على التعليم الفني. النهاردة هنكمل اللي ما كملناهوش الحلقة اللي فاتت، وهو كنا بنتكلم عن جريمة الأحداث، واتكلمنا وقلنا تعريف جريمة الأحداث. قلت إن الحدث هو الطفل اللي ما بيتجوزش من السن 18 سنة، قلت يعني اللي ما كملش 18 سنة، والقانون راح مقسم لي طفل الحدث لثلاث مراحل. واتكلمنا عن التدابير الاحترازية بالنسبة للحدث، قلت منها التوبيخ والتسليم للمؤسسات والرعاية الاجتماعية، واتكلمنا شرحنا أول حاجة عندي اللي هي التوبيخ. نيجي نعمل مراجعة سريعة كده، نبص على الشاشة يا ولاد عشان نفتكر الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ايه. قال لي إن الأحداث يقصد بالحدث هو من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. يعني الطفل اللي مكملش 18 سنة ده أنا بسميه حدث، بس بشرط عندي إن هو يكون ارتكب السلوك الإجرامي ده وهو مكملش 18 وقت ارتكاب الجريمة. وجي قلت لكم ممكن يقول لي عرف الحدث، اكتب المصطلح القانوني للحدث، ممكن يجيبها لي في هيئة صح وغلط إن الحدث هو من لم يتجاوز سن 7 سنين مثلا، يبقى صح ولا غلط؟ اه بعتبره حدث فعلا، ده 7 سنين، لكن الحدث هو من تجاوز سن 21، ده صح ولا غلط؟ برافو الناس صاحيين معايا ومذاكرين، برافو عليكم، طبقتوا باين عليكم الحاجات اللي قلناها الحلقه اللي فاتت وذاكرتوا. انا عارفه ان انتوا شطار، وان شاء الله انا منتظره انكم كلكم السنه دي تطلعوا من الاوائل في ماده قانون العقوبات وبقيه المواد، وده طبعا هيبقى فضل في التفوق والنجاح بعد ربنا سبحانه وتعالى لقناه مصر للتعليم الفني والمجهود الرائع اللي هي عاملاه معاكم. نرجع تاني لموضوعنا، قلنا اهو عرف الحدث واكتب المصطلح القانوني للحدث، نفس الكلام كنا بنقوله. قال لي التدابير القانونيه مطبقه على الطفل، قسم لي القانون 101 الحدث الى ثلاث مراحل مرتبطه بسن الطفل، اما القانون الجديد فقسمها لمرحلتين. طب وجه قال لي التدابير اللي هم من ايه؟ التوبيخ والتسليم والالحاق بالتدريب المهني والالزام بواجبات معينه والاختبار القضائي والايداع في مؤسسات الرعايه الاجتماعيه والايداع في احدى المستشفيات. طب لو جينا اتكلمنا بقى في شيء من التفصيل، يعني ايه توبيخ؟ قال لي هو توجيه اللوم من قبل المحكمه عشان اانب ضمير الطفل على الفعل الاجرامي اللي هو عمله. اقول له ازاي انت تعمل كده؟ هل ده يرضي ربنا؟ وان انت لو ضميرك مرتاح القانون مش هيرتاح، لازم القانون هياخد مجراه معاك. يبقى ده المحكمه هي اللي بتوجه اللوم للتانيب، والتانيب ضمير الطفل او الحدث عندي، ده بسميه التوبيخ. نيجي نمسك تاني حاجه، او قبل ما نخش على تاني حاجه يجي قال لي ايه، ممكن السؤال اللي يجي عليها في الامتحان يقول لك ايه، ضع علامه صح او خطا. يعتبر التوبيخ نوع من انواع التدابير القانونيه تجاه الطفل. برافو عليكم، صح فعلا، انتوا كده مركزين معايا شطار. طب التسليم تاني حاجة، يسلم الطفل الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه، اذا لم تتوافر في احدهم الصلاحية سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الطفل هاخده من الشارع، لو هو مثلا كان من اطفال الشوارع وسايب البيت لمشاكل ما، هاخده ووديه لاسرته، هرجعه لباباه او لمامته اذا كان بقى في باباه ومامته مش موجودين، او كان في مشاكل عائليه او في انفصال لا قدر الله، الاب في ناحيه والام في ناحيه، وده اللي دايما بيعمل السلوك او العنف الاجرامي. التفكك الاسري ده من اسباب المهمه جدا ان يبقى في عندي عنف في الشارع من قبل الاحداث. فانا في الحاله دي يا برجعه لمامته ان هو يعيش مع مامته او باباه، او اذا كان دي وصي، الوصي اللي هو مين، اذا كان خاله بقى او عمه، الوصي القانوني يعني. طب ما لقيتش حد،
باباه متوفي، مامته متوفية، ملهوش أهل. من الآخر هعمل إيه؟ هسيبه كده؟ لا، هشوف لو في شخص من قرايبه من بعيد أو حد مؤتمن من قبل المحكمة بيعينه القاضي، فبقول له والله تولى رعاية الطفل ده. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بمين؟ باليتيم، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إيه بإصبعيه. فما بالك بقى لما يكون طفل زي ده أنت هتربيه وهتنتشله من الإجرام، بدل ما يطلع عندي طفل سيء في السلوك وعنصر مش فعال في المجتمع، عنصر مدمر في المجتمع، أنا هحاول من طريق قانون العقوبات أو عن طريق المحكمة إن أنا أظبط سلوك الطفل ده من خلال إن أنا أخليه يا عند باباه قلت أو عند مامته أو الوصي أو حد مؤتمن عليه. يبقى ده بسميه إيه؟ التسليم. نرجع للشاشة، بيقول لي يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الوصاية عليه إذا لم تتوافر في أحدهم الصلاحية، سلم شخص مؤتمن يتعهد بتربيته. دي اللي قلناها لو باباه ومامته مش موجودين أنا بسلمه لشخص مؤتمن عشان يتعهد بتربيته. طب في الامتحان ممكن يقول لي ما المقصود بالتسليم؟ يعني ايه تسليم؟ هقول ان انا باخد الطفل وبنتشله من الشارع، بسلمه للاب او الام احد الابوين، لو هما مش موجودين بروح اسلمه لمين؟ للوصي، لو مفيش وصي عليه يبقى بسلمه لشخص مؤتمن عليه. يبقى لما يجي يقول لي عرف التوبيخ او عرف التسليم، يبقى هو كده انا عايزني ان انا اتكلم. ممكن يقول لي لا تكلم بايجاز، يبقى في الحالة دي في حدود سطرين هشرح اللي أنا فهمته يا ولاد. طب هل يجوز التسليم لغير الأب أو الأم في حالة عدم تواجدهم؟ آه، ما القانون قال لي ممكن الوصي هو اللي يبقى على الولد أو حد مؤتمن. يبقى ما أقولش أنا لا لا يجوز، لا طبعا يجوز. في حالة عدم وجود أو تواجد الأب والأم ممكن أسلمه، القانون قال لي ممكن أسلمه للوصي عليه أو شخص مؤتمن. يعني إيه شخص مؤتمن؟ يعني شخص معروف عنه التقوى والصلاح، يعني بني آدم كويس، سلوكه مش منحرف. يعني مش هاخد مثلا الولد يكون هو منحرف الولد سلوكيا واروح أسلمه أعرف لشخص إن هو بيتعاطى مخدرات أو مدمن مخدرات، ما هو كده هيبوظه، هيبقوا هما الاتنين كده بيئة مش صالحة. لكن لما هديه لشخص سوي نافع للمجتمع، بني آدم بيربي أو عنده مدرس مثلا، عنده ان هو يطلع نشء بيعرف يتعامل مع النشء، يبقى ده كده انا ظبطت سلوك الولد المنحرف، وفي نفس الوقت انت كشخص مؤتمن اخدت ثواب عند ربنا ان انت بعدته عن الطريق الوحش اللي هو كان هيمشي فيه. يبقى ده التسليم. لو جينا قلنا للالحاق بالتدريب المهني، تعهد المحكمة بالطفل الى احد المراكز المخصصة لذلك او المصانع او المتاجر على ألا تزيد مدة بقاء الطفل على 3 سنوات. تاني، الإلحاق بالتدريب المهني هو تعهد المحكمة أو المحكمة بتودع الطفل لأحد المراكز المخصصة لذلك أو المصانع أو المتاجر على ألا تزيد مدة بقاء الطفل عن 3 سنوات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا هاخد الطفل أوديه ورشة، هوديه مصنع، يبقى هيتعلم صنعة، بدل ما هو كان بيدمر عندي في المجتمع، لا انا خليته شخص نافع، ومنه ان هو اتعلم صنعه بقى شخص نافع للمجتمع، طلع فلوس لنفسه، نفع مجتمعه، بدل ما هو كان فرد فاشل اصبح عندي فرد ناجح. ولو شفنا كان في وحدات التدريب او التكوين المهني، كانوا بيسموها عندنا احنا التكوين المهني او التدريب المهني، بتطلع حاجات في منتهى الروعه، منتجات الاولاد حقيقي بيبينوا فيها براعه انجازهم اللي بيشتغلوا في التدريب المهني. قال لي طب هو مده بقاء الطفل قد ايه؟ قال لي ما تزيدش عن 3 سنين، يبقى انا هخلي الولد يتعلم صنعه ومهنه وهيطلع يكسب منها فلوس، بدل ما هو يطلع لي نصاب، يطلع لي حرامي، يطلع نشال، لا انا بديله مهنه هيتعلم منها بالحلال وهينفع المجتمع اللي هو عايش فيه. يبقى ده بالنسبه للالحاق بالتدريب المهني، ان قلنا تعهد المحكمه بالطفل الى احد المراكز المخصصه لذلك او المصانع او المتاجر، بس بشرط قال لي مده البقاء بتاعت الطفل ما تزيدش عن كام؟ عن 3 سنين. طب السؤال اللي على ده ممكن يجي ايه يا شطار؟ قال لي يجوز الابقاء على الطفل في التدريب المهني لمده تزيد عن 3 سنين، صح ولا غلط؟ برافو عليكم، طبعا غلط، ما ينفعش زياده عن 3 سنين.
اما لو هو حابب برضاه خلاص تعلم الصنعه وعايز يتودج زي ما بيقولوا فيها بالبلدي اكتر ويبقى محترف فيها اكتر، يبقى من حقه براحته ان هو عايز يكمل براحته، لكن القانون ما زودش عن كام؟ عن 3 سنين. طب الاختبار القضائي بقى ده قال لي ايه؟ يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته تحت الاشراف والتوجيه، ولا تزيد مده الاختبار عن 3 سنوات. تاني، الاختبار القضائي اللي هو ايه؟ يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته تحت الاشراف او بيته تحت الاشراف والتوجيه، ما تزيدش المدة دي عن 3 سنين. يعني انا كهيئة قضائية بيبقى عيني بقى على الطفل ده، بحطه تحت الاختبار. زي لما بتشوف انت المجرمين مش بيجي يقولك بعد ما بيخلص الفترة بتاعته بيبقى هو زي في فترة اختبار كده، بيبقى تحت المراقبة. تحت المراقبة دي برضو زيها للأحداث، ان انا بخلي الطفل تحت عيني وبوجهه من خلال بيئته ان هو ما يرجعش للسلوك المنحرف مرة تانية. يبقى ده الاختبار القضائي. طب الايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يكون ايداع الطفل في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. يعني انا بعمل ايه؟ مش بوديه لاي هيئة كده ولا المؤسسات اللي بتطلع شعارات دي وخلاص، لا، ده تبع وزارة التضامن الاجتماعي. والحقيقة هم بيعملوا مجهود جامد يعني مع الاولاد. المفروض ان انا بوضع الطفل ده بياكل ويشرب ويلبس كويس ويتعلم كويس على حساب مين؟ على حساب الدولة، في حين ان هو اطلعه فرد نافع للمجتمع ما يحسش باي نقص ولا اي عقد. يبقى انا باخده لو هو ملهوش اولاد، ملهوش اب او ام، ملهوش قرايب يسالوا عليه، مفيش وصي يسال عليه، مفيش مؤتمن يؤتمن عليه، يبقى انا بقى هوديه لايد امينه تبقى تحت عينيهم وتحت رقابتهم وتحت اشرافهم، ودي بسميها اللي هي ايه؟ مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. بيخلوا الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم وبيهتموا بيهم، بيهتموا بنوعيه اكلهم وتغذيتهم، وبيهتموا حتى بالتعليم بتاعهم بحيث ان هم يطلعوا زيهم زي اي حد بره في المجتمع. يبقى ده الايداع في احدى المؤسسات، قلت الرعايه الاجتماعيه. طب الايداع في المستشفيات، ماده 108 بتقول لي ايه من قانون العقوبات؟ يلحق بايداعه في احدى المستشفيات بالجهات التي يلقى فيها العنايه التي تدعو اليها حالته. يعني ايه الماده 108؟ نفسرها، يعني ممكن يبقى الولد هو تمام وباباه ومامته موجودين بس هو عنده سلوك نفسي او سلوك عدواني غير سوي، ففي الحاله دي انا لازم اعرضه على الطب النفسي. يعني هو ظروفه الماديه مرتاحه جدا، وبالرغم من كده لو دخل محل وشاف اي حاجة عجبته بيسرقها، مش بيبقى فيه، ده بنسميه بقى نوع من انواع المرض النفسي. هو مش بيسرق عشان الاحتياج، لا، ده بيسرق عشان نوع من انواع العدوان السلوكي عنده او النفسي عنده، في انحراف نفسي اكتر منه سلوكي، فلازم الطفل ده يتعالج. فبيتعالج من خلال ايه؟ ان انا بوضعه في احدى المستشفيات تحاول تصحح كل المفاهيم الغلط بالنسبة له، أو تحاول إن هي تعالجه نفسيا وسلوكيا. يبقى ده الإيداع في المستشفيات غير الإيداع في المؤسسات الرعاية الاجتماعية. يبقى عشان ما ننساش، إحنا أخدنا من الطرق التدابير القانونية التوبيخ والتسليم لإحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، التسليم، وقلنا الإيداع في أحد المستشفيات. نيجي نكمل المرحلة الثانية بقى. بيبلغ الطفل عندي سن ال 15 سنة، الولد هنا خلاص عدى ال 15 من عمره، يعني بقى عندي شاب نافع كده من عمره، ولم يتجاوز ال 16 بس ما كملش 16 سنة. إذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام، يعني هو قتل مثلا مع سبق الإصرار والترصد، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يحكم عليه بالسجن. هنا برضو القانون بيراعي ان هو لسه طفل ولسه في مستهل حياته، ممكن تبقى دي غصب عنه او في ظروف هي اللي اضطرته لكده، لان ده طفل مش بني ادم. انا قلت الشخص الواعي عندي اللي هو عنده كام؟ البالغ العاقل الرشيد سنه كام سنة؟ 21 سنة. قلت ايه؟ بالغ عاقل، يبقى ان هو هنا يبلغ سنه كام؟ 21 سنة، فده لسه ما كملش. فالقانون الحقيقة خفف على وطأة الحدث وخلالي عندي العقوبة لو هي إعدام أو أشغال شاقة مؤبدة، لأ، بحولها بيحكم عليه بالسجن فقط. وإذا كانت العقوبة، إذا كانت العقوبة عندي هنا بالسجن، بيحكم عليه إيه؟ بالحبس. يبقى تاني نرجع كده، لو الطفل في المرحلة التانية
بلغ ال 15 سنة من عمره ولم يتجاوز 16، ما كملش 16، لو كانت العقوبة اللي عملها تستدعي الإعدام، يعني إن هو قتل، عمل حاجة كبيرة، أشغال شاقة مؤبدة أو أشغال شاقة مؤقتة، خففها لي القانون الحقيقة للسجن. لكن لو هي كانت العقوبة السجن، يعني ارتكب سرقة مثلا، جرائم سرقة البسيطة، يبقى في الحالة دي أنا خففتها له للحبس مدة لا تقل، بس أقل حاجة عندي مش هيقل الحبس عن كام، مدة لا تقل عن 3 شهور. المرحلة الثالثة بقى عندي، احنا قلنا ان القانون قسم لي الحدث ل3 مراحل، شرحنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. طب المرحلة الثالثة اللي هنختم بيها بالنسبة للحدث، بيبلغ فيها الطفل ما بين الـ16 للـ18 سنة ميلادية، إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات. يبقى لو ارتكب جريمة، يعني الولد ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام، فهنا على الشاشة عرض لي قال لي، أو على بالنسبة لنصوص المواد، إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يعاقب بالسجن مدة ما تقلش عن 7 سنين. الطفل بياخد كام؟ 7 سنين. طب ممكن في الامتحان يجي يقول لي ايه؟ تكلم عن المرحلة الأولى للحدث، تكلم عن المرحلة الثانية، تكلم عن التدابير القانونية بالنسبة للحدث، أو ممكن يسيبها لي بقى يقول لي تكلم عن المراحل الثلاثة. يبقى أنا هشرح المرحلة الأولى اللي قلناها لو ما كملش الـ15، المرحلة الثانية من 15 ل16، والمرحلة الأخيرة اللي هي من عمر الـ16 للـ18 سنة. تشكيل محكمة الطفل، المحكمة بقى اللي بيجي الحدث ده يقف قدامها، يا ترى هيكون شكلها ايه؟ هل انا هخض الطفل؟ ده لسه طفل. برضو قانون العقوبات من القانون المميزة اللي بتراعي نفسية وسلوك الطفل الحدث، فقال لي انا هشكل المحكمة لازم على الاقل يبقى فيها اخصائي نفسي 2، سواء من السيدات او من الرجال. هنشوف التشكيل المحكمه بالظبط عندي هو ايه على الشاشه، ماده 121 من قانون الطفل القديم قال لي ايه، تشكل المحكمه من قاضي واحد، يبقى كام قاضي؟ قاضي واحد بس، وخبيران 2 من الخبراء من الاخصائيين، لسه كنا بنقولهم 2 من الاخصائيين الاجتماعيين. طب ليه بقى؟ ليه اخصائي اجتماعي او اخصائي نفسي؟ لان الاخصائي النفسي ده بيبقى دارس الشخصيات، الشخصيه النرجسيه، الشخصية العدوانية، السلوك بتاع الطفل ايه، هيقدر يتعامل معاه ايه بطريقة علمية، مش ان هو اصلا عدواني وانا هعامله بعدوان وبعنف، يبقى هيزيد عنده العنف مش هيقل. يبقى انا عندي تشكيل محكمة الطفل، قلت يا شطار بتكون من ايه، برافو الناس مركزة، قلت من قاضي واحد واتنين من الخبراء اللي هم الاخصائيين الاجتماعيين او الاخصائيين النفسيين. لو جينا كملنا، احداهما على الاقل من النساء. اما المادة 121 اللي عدلت تشكيل المحكمة من قاضي ل3 قضاة، قال لي ممكن بدل ما قاضي واحد، لا يبقى من قاضي لـ3، 2 منهم بدرجة او 2 منهم بدرجة رئيس محكمة على الاقل، وخبيران 2 منهم بدرجة رئيس محكمة وخبيران. يبقى تاني لما يجي يقول لي عرف او تكلم عن، عرف الحدث مع ذكر تشكيل محكمة الطفل وشرحها، او مما تتكون تشكيل محكمة الطفل، هقول له مادة 121 من قانون الطفل القديم قالت لي ايه، تشكل المحكمة من قاضي واحد وخبيران من الاخصائيين احداهما على الاقل من النساء. اما المادة 121 عدلت لي تشكيل المحكمة من قاضي الكام لـ3، برافو، 2 منهم بدرجة رئيس محكمة على الاقل وخبيران. اهو قال لي اكمل اللي كنا لسه بنقوله، تتشكل محكمة الطفل من نقط قاضي، قاضي واحد، ونقط خبير، كم خبير؟ قلنا 2. تكلم عن تشكيل محكمة الطفل اللي كنا لسه بنقولها، بقال لي هنا في الاخر ده المربع الشرح اللي في كل مادة، كل جريمة هنرجع تاني واقول لكم واذكركم ان جرائم العقوبات دي انا بعتبرها زي كأنها مسألة رياضة، عشان يجي يقول لي عرف او تكلم انا لازم يبقى في عندي مفاتيح، مفاتيح النجاح اللي هنعرفها من خلال هنا قناتنا، قناة التعليم الفني، عشان تبقى معاك المفتاح وتعرف تفتح الباب عشان توصل للتفوق. فاي جريمة في الدنيا شطار ليها اركان، قلت ركن مادي وركن معنوي، برافو عليكم، ممكن يزيدوا عليهم وما يقولوش،
وتعريف كل جريمة ايه، سواء كانت بقى جريمة الأحداث أو جريمة خيانة الأمانة أو جريمة النصب، ليها تعريف. طب وبعد التعريف، قلت تعريف وأركان الركن المادي، وبقول بيتجه سلوك الجاني إلى الفعل الفلاني. دي كده خلاص، في كل جريمة لازم الجاني بيعمل سلوك عدواني، فعشان كده بقول يتجه إلى السلوك العدواني أو بيتجه إلى السلوك الفعلاني الفلاني يعني اللي هو هيعمله. تاني حاجة الركن المعنوي، قلت الركن المعنوي عندي بيتكون من ايه؟ من علم الجانب السلوك ده، انا عارف ومتحرك وقاصد ان انا اعمل ده، سواء كان بقى سرقة، انت رايح وفتحت الخزنة، ومجرد ما فتحت الخزنة انت عارف ان الفلوس اللي جوه الخزنة دي مش حقك، وبالرغم من كده فتحت الخزنة واستوليت على الفلوس اللي فيها، يبقى اتجاه ارادتي وعلمي ان الفلوس دي او المال المنقول ده مش من حقي والقانون هيعاقبني عليه، وبرضه اتجهت ارادتي لده. يبقى ده بالنسبة لأي جريمة في الدنيا بتتكون من تعريف وأركان، وفي الأخير بيبقى ليها ايه؟ عقوبة. طب ادي هنا برضه المربع عندي بيبين لي، ادي اهو الإرادة والعلم، ده بالنسبة للركن المعنوي. كده خلصنا جريمة الأحداث، وهندخل على جريمة تانية يا شطار. من الجرائم اللي هنبتدي بيها النهاردة أو هنكمل مع جريمة الأحداث، جريمة خيانة الأمانة، وهي حقيقي من الجرائم المهمة جدا اللي لازم يبقى عندنا لها علم في حياتنا مش في المادة بس. انت ادي عرفت اللي هيسرق هيحصل له ايه، عرفت اللي هيقتل هيحصل له ايه، يبقى هل المادة بتاعتنا دي بتتكلم عن السلوك العدواني فقط، ولا بتحكي لي هنا وبتشرح لي وبتوضح لي كل حاجة، كل حاجة انا بحاول ان انا اشوفها في المجتمع وحشة، اعرف انا ايه اللي هيحصل لي لو عملت الوحش ده. طب لو جينا هنا اتكلمنا عن جريمة خيانة الأمانة، قبل ما نتكلم عنها نوضح مفهومها كده باللغة العامية. من اسمها خيانة الأمانة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. أنا بقى هنا مش زي جريمة النصب، مش أنا رايح وبديك فلوسي عشان خاطر هزود فلوسي، لا أنا بديك فلوسي على سبيل الأمانة، ودي اللي هنعرفها بعد شوية. القانون حدد لي في عقود بسميها عقود على سبيل الأمانة، انا بديك فلوسي وبأتمنك عليها، لو انت خنت الامانة دي القانون نصفني، فحدد جريمة وسماها جريمة خيانة الامانة. وهنشوف نص المادة بتاعت جريمة خيانة الامانة بتقول ايه. عندي على الشاشة بتقول لي كل من اختلس، اي حد اختلس او استعمل او بدد، نركز عشان كل واحدة معناها مختلفة عن التانية، كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او بضائع او نقود، مبالغ او بضائع او نقود، كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة اضرار بمالكيها او اصحابها، كانت الاشياء المذكورة لم تسلم له على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل الاستعمال او الرهن، وسلمت له بصفته وكونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او استعمالها في امر معين لمنفعة المالك، يحكم عليه بالحبس وغرامة لا تجاوز 100 جنيه. نمسك سطر سطر. قال لي هنا في الاول على الشاشة كل من اختلس، اختلس يعني اخذ من غير ما حد يشوفه، اخذ المال خلسة، جاء من فعل خلسة يعني اخذ الحاجة دي من غير ما حد يشوف، فقال لي كل من اختلس. او استعمل يعني استخدم المال ده استنفذه، انا اديت واحدة صاحبتي الساعة بتاعتي، راحت مسكت الساعة وخدتها وطلعت بيها، وكمان بالاضافة لده ان هي بعد ما استعملتها لا ممكن تكون بوظتها او كسرتها، او بدد اللي كنا لسه بنقول عليها دلوقتي ان هي خدت الساعة وكسرتها. طب استعمل ممكن يجي لي في ايه؟ في المؤلفات، في الكتب، انا مؤلف راجل الفت كام كتاب، وبعد ما الفت الكتب دي طبعتها اديت لواحد زميلي او صاحبي المفروض ان انا بثق فيه، قلت له يا عم خد الكتب بتاعتي وبيعها، انا عامل 50 نسخة. راح الراجل قال لك ده مؤلف شاطر وبتاع، 50 نسخة مين؟ ده انا هعمل 50,000 نسخة وبيعها باسمه وهاخد انا المكسب.
راح الراجل فعلا بالفعل باع ال50,000 نسخة، وراح مدي لصاحبه ال50 نسخة بس، وخد هو بقية الفلوس. يبقى ده بسميه بدد، أخد الحاجة أو استعملها من غير موافقة صاحب الشأن. يبقى لو رجعنا على الشاشة تاني، قال لي كل من اختلس أو استعمل أو بدد إيه بالظبط؟ مبالغ ممكن تكون فلوس أو بضائع، اللي هي زي ما قلنا ساعة، ممكن تبقى طرحة، ممكن تبقى أي بضائع من البضائع المستخدمة في حياتنا اليومية، أو نقود أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة إضرارا بمالكيها. أنا كده هضر المالك بتاعها، لما أنا استخدم الحاجة دي أنا كده خسرته هو، لأن هو المالك الأصلي ليها مش أنا، أنا مجرد حامل للأمانة. فكون إن أنا استعملت أو اختلست أو بددت، يبقى ده نوع من أنواع خيانة الأمانة يا شطار. وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة، ودول اللي هنشرحهم بالتفصيل كمان شوية، أو على سبيل الاستعمال أو الرهن، سلمت له بصفته أو كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع. يعني بقصد إن هو يبيعها أو يستعملها في أمر معين لمنفعة المالك. إيه العقوبة بقى بتاعته؟ بالحبس وغرامة ما تتجاوزش ال100 جنيه. طب إيه تعريف جريمة الخيانة؟ إحنا قلنا كل جريمة وليها إيه تعريف. تعريف جريمة الخيانة هنا عندي طبقا لنص قانون العقوبات، هي اختلاس أو استعمال أو تبديد، زي نص المادة ما قلنا، هي اختلاس إن أنا بختلس باخد الفلوس من غير ما حد يشوفني، أو استعمال بستخدم المال ده، أو تبديد إن أنا ببدد البضاعة أو المال المنقول المملوك للغير. ما هو مش مالي، لو أنا المال ده مالي أنا واتصرفت فيه، يعني واحد معاه 100,000 جنيه وراح نزل الشارع وقعد يرمي الفلوس دي في الشارع، هو حر، دي فلوسه. لكن أنا آخد فلوس صديقي وهو مديهاني على سبيل الأمانة، واروح اديها لشركه والشركه دي تنصب عليا وتضيعها، يبقى كده انا بددت المال، استخدمت حاجه مش بتاعتي. مال مملوك للغير، مال منقول مملوك للغير، وقلنا المنقول اي حاجه بتتحرك، لكن العقارات قلت اي حاجه ثابته على ايه الارض عندي ما بتتحركش. يبقى كل هي اختلاس، تعريف الجريمه هي اختلاس او استعمال او تبديد مال منقول مملوك للغير سلم إلى الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة، بناء على عقد من عقود إيه؟ الأمانة المحددة على سبيل الحصر. قال لي القانون هنا حدد لي، يعني عشان ما يسيبنيش كده، حدد لي إيه العقود اللي أنا بطلق عليها في القانون عقود الأمانة، وبرضه هنعرفها بعد شوية. وذلك إضرارا بالمالك أو صاحبه أو وضع اليد مع توافر القصد الجنائي. طب ايه اركان الجريمه دي؟ اي جريمه قلنا بتتكون من ركنين، ركن مادي وركن معنوي. هنا الركن المادي عندي بيتخذ صوره ايه في جريمه تبديد خيانه الامانه؟ بيتخذ في 3 صور، في صور او في صورتين، الاختلاس والاستعمال والتبديد. ان انا بختلس الفلوس دي، باخد الفلوس من غير ما حد يشوفني، هو الراجل ساب لي الفلوس ومشي، رحت انا واخد الفلوس تاني يوم واستخدمتها، سواء بقى صرفت جبت عفش البيت غيرته، ده اسمه نوع من انواع التبديد. او زي ما شرحنا المثال ان انا بجيب الكتب بتاعت زميلي وبيع ازيد نسخ ازيد واخدها لحسابي، ده اسمه استعمال. بس سواء ان انا بددت او استعملت او اختلست، ده بسميها اركان او الركن، توافر الركن المادي. مجرد ما هنزل وهمسك الساعة اللي هو صاحبي سابها لي وهلبسها في ايدي، يبقى كده ده نوع من انواع الاستعمال. همسك الساعة عشان انا متغاظ ومنفس منه، هو ازاي يجيب ساعة بالمنظر ده وانا صاحبه هو ماشي معاه ورايح معاه وجاي معاه، والراجل ده عنده فلوس وانا ما عنديش فلوس، وقمت ماسك الساعة كسرها وقلت له اصل هي اتكسرت غصب عني. يبقى ده نوع من انواع التبديد. نوع من انواع ايه التبديد يا شطار؟ مجرد ما انا مسكت الساعة ورميتها في الارض، يبقى توافر عندي الركن المادي. طب تاني حاجة عندي الركن المعنوي، وقلت ان الركن المعنوي بيتوافر بحاجتين، بالعلم وبالإرادة. ان يبقى عندي اتجاه ارادتي لتبديد المال ده او استعماله او اختلاسه، وعلمي بان المال ده مال منقول مملوك للغير، وبالرغم من كده بستخدمه. طب ايه محل الجريمة؟ الجريمة دي هنا عندي بتضيف لي
ركن ثالث جديد. احنا قلنا ان الاركان في اي جريمة ركنين، ركن مادي وركن معنوي، ممكن يزيدوا عليهم بس ما يقلوش. في الجريمة هنا زاد جريمة خيانة الامانة، زاد عندي ركن وهو محل الجريمة. طب نشوف محل الجريمة على الشاشة. هو المال المنقول المملوك للغير والمسلم الى الجاني. يبقى محل الجريمة عندي في جريمة خيانة الامانة هي ايه؟ هي المال المنقول المملوك للغير. يبقى أركان الجريمة، الركن المادي بيتخذ صورة الاختلاس وتبديد المال، محل الجريمة هو المال المنقول المملوك للغير المسلم للجاني، قال للركن المعنوي بقى ان هو ايه؟ يتخذ صورة القصد الجنائي، وده اللي احنا قلناه بأن يكون هناك إضرار بالمالك أو وضع اليد، ان انا بضر بالراجل صاحب الفلوس. انا دلوقتي يعني مثلا ما اجي احط فلوسي في بنك، خلاص انا ضامن ان فلوسي موجوده في البنك، ما حدش هيروح يسحبها غيري انا الشخص، فخلاص ضامن فلوسي. لكن انا سبتها عند واحد صاحبي على سبيل الامانه، وهو بدد الفلوس دي عشان قاصد ان هو يضر بيه. هو ليه عنده فلوس وانا ما عنديش؟ فانا بقى ايه، هضيع له فلوسه عشان نتساوى ونبقى احنا الاتنين زي بعض ايه، فقراء. يبقى هو الإضرار أن يكون هناك إضرار بالمالك أو واضع اليد. طب لو جينا للركن الأول المادي، الاختلاس. الاختلاس بقى قال لي إيه هو تعريفه؟ قال لي هو كل فعل يعبر به الجاني عن إضافة الشيء. أي حاجة بيعبر بها الجاني عن إضافة الشيء إلى مالكه، يعني للشخص اللي مالك الفلوس دي، دون ان يخرج عن حيازته، من غير ما يخرج عن حيازته، فيدخل في هذا النطاق كل فعل يقوم به الجاني ويدل على انه غير حيازته للشيء من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة. يبقى لما يجي يقول لي عرف الاختلاس، او الاختلاس هو نقط، هقول له هو كل فعل يعبر به الجاني عن اضافة الشيء الى مالكه دون أن يخرج عن حيازته فيدخل في هذا النطاق كل فعل يقوم به الجاني ويدل على أنه غير حيازته للشيء من حيازة ناقصة، نخلي بالنا، إلى حيازة كاملة. طب التبديد بقى، احنا اتكلمنا عن الاختلاس وعرفناه، هو كل فعل يقوم به الجاني ينطوي على التصرف في شيء، تصرف شأنه إخراج الشيء من حيازته باعتبارا مالكا له. تاني، هو أي فعل بيقوم بالجاني بينطوي، احنا طبعا شرحنا الكلام ده، بس في الامتحان لازم تكتب التعريف منسق كامل زي ما هو موجود عندك في كتاب الوزارة. فهنا في الكتاب بيقول لي هو ايه؟ كل فعل يقوم به الجاني ينطوي على التصرف في شيء، تصرف شأنه إخراج الشيء من حيازته باعتباره مالكا له. طب الاستعمال، احنا قلنا ان انا عندي هو يا اما بيكون في خيانة الامانة استعمال او تبديد او اختلاس. قلنا تعريف الاختلاس وتعريف التبديد. يا ترى بقى ايه تعريف الاستعمال؟ الاستعمال هنشوفه هو يقصد به الاعتداء على الملكية، ان انا بعتدي على ملكية الغير، وده من خلال ان انا اخد فلوس او حاجة مش من حقي. يعني لو هو عامل لي مثلا عقد وكالة لشقة، واحد متجوز مراته وبمناسبة الفالنتاين راح قال لها كل سنة طيبة وجاب لها دبدوب، وعلى حس الدبدوب ده ضحك عليها ومضاها مبايعة، وراح هو او على حس التوكيل اللي هو معاه راح بايع الشقة واخد الفلوس وبعد كده طلقها. اخدت هي الدبدوب وفرحت بالدبدوب وضيعت كل اللي معاها في سبيل الفالنتاين. يبقى يقصد بيه هو الاعتداء على ايه؟ على الملكية. الركن الثاني محل الجريمة. قلت محل الجريمة عندي يجب أن يكون متمثل في إيه؟ في المال المنقول. يجب أن يكون المال محل الجريمة عدة شروط في جريمة خيانة الأمانة. إن هو إيه شروطه؟ إن هو يكون مال منقول مملوك للغير. التسليم سلم ليه بناء على عقد من عقود الأمانة. يبقى هنا انا المال المنقول اللي اخدته من الراجل ده ليه شروط، اللي هو في محل الجريمة ان هو يكون مال منقول. وقلنا يعني ايه منقول؟ تاني حاجة ان يسلم للشخص على سبيل الامانة. انا اديته لك ما قلت لكش خده،
ما قلتلكش استثمر لي فلوسي، ما قلتلكش والله انا عايزه اغير ولا عايزه اعمل بيزنس، لا انا مديك الفلوس دي قايل لك خليها معاك وقت ما هحتاجها هطلبها منك، لكن انت بالرغم من كده اخدت الفلوس دي وبددتها واستعملتها او اختلستها. يبقى دي من شروط المال محل الجريمه، ان هو يكون مال منقول مملوك للغير، سلم للغير على سبيل الامانه. طب عقود الامانه الوارده في الماده 341 عقوبات بتقول لي ايه بقى؟ هنا جايب لي شكل ظريف اهو منسق لي عندي عقود الامانه، قال لي اللي هم ايه؟ احنا قلنا ان عقود الامانه ذكرها القانون على سبيل الحصر، اللي هم دول بقى الوكاله والوديعه والاجاره والرهن الحيازي وعاريه الاستعمال. تاني، الوكاله والاجاره والرهن الحيازي وعاريه الاستعمال والوديعه. الشكل ده هيفكرني، يعني انت لو جيت في البيت وعملت دايرة وطلعت من الدايرة دي أسهم، الأسهم دي أنا بسميها مفاتيح حل الأسئلة. فأي سؤال كده أنت طلع المفاتيح، قسم لي لعناصر عنصرين، يعني أدي تعريف الجريمة هتعمل سهم كده والتعريف تحتها، أركان الجريمة سهم والأركان تحتها وترصهم تحت بعض. ده هيفكرك الشكل التنظيمي اللي أنت عامله ده في الامتحان، هتيجي تفتكر الصورة ليها عامل ودخل في الإجابة برضو. آه ده أنا كنت عامل الرسمة دي. فهنا هو قسم لي وفقا لزي ما احنا عاملينها على الشاشه للعقود على سبيل الحصر زي ايه؟ عقد الوديعه والوكاله والاجاره وعاريه الاستعمال. هتقولي لي يعني ايه بس الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هنشرحهم واحده واحده يا شطار. يبقى الماده 341 عقوبات قالت لي ان في عندي وديعه، في عندي وكاله، في عندي ايجاره عشان ما ننساهمش، في رهن حيازي، في عاريه الاستعمال، دول بسميهم عقود الامانه. نمسك واحدة واحدة. الوديعة، تعريف الوديعة هي ايه؟ هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص، عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يستلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء. يبقى بالبلدي بيقول لي ده عقد، عقد بيتم بين مين؟ طرفين او اكثر. مش قلت ان العقد دايما بيبقى بين طرفين بس يبقى في تراضي بينهم، اتنين اتفقوا مقابل العقد ده في التزامات بتكون بمقتضاها، يبقى عقد يلتزم بمقتضاه، يبقى مقتضاه التزامات يعني ايه؟ واجبات على عاتقي انا، سواء الطرف اللي عمل العقد او الطرف اللي ايه؟ مضى العقد. الطرفين اللي عندي دول بيبقى عليهم التزامات. الالتزامات دي يا شطار بان هو شخص يستلم شيء من اخر، ان انا باخد منك الفلوس بس الفلوس دي على سبيل الوديعه. زي ما انت مش بتيجي في البنك ساعات تقول انا والله عايز اعمل وديعة وتسمع ان فلان كسر الوديعة بتاعته وكان فيه مبلغ مثلا كبير، يبقى الوديعة دي ايه؟ عقد بيلتزم بمقتضاه، بيلتزم بمقتضاه مين؟ طرفين، طرف منيهم شخص منيهم من الطرفين دول بيستلم المال على سبيل الامانة. على سبيل ايه؟ الامانة. يبقى هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص أن يستلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء على سبيل الأمانة. بكده للأسف نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بس أنا مش هسيبكم، إن شاء الله هنكمل مع بعض العقود الأمانة اللي على سبيل الأمانة في جريمة خيانة الأمانة، وانتظر الحلقة الجاية تكونوا مذاكرين المادة كويس عشان نراجع مع بعض كل اللي فاتنا في القديم وفي الجديد. استناكم في حلقة جديدة وكل ما هو جديد من مادة قانون العقوبات على قناة مصر للتعليم الفني. أشكركم.